عارف ان اللعيبه في الفريق الاول والناس اللي موجوده اللي عندها الخبرات قادره ان هي ترجع الصوره تاني. لو محتاجين دعم من الناس الصغيره اللي موجوده اكيد احنا جاهزين، لان كل القطاع كله بيخدم للنادي، القطاع كله لازم ان هو يخدم النادي. فطبعا اللعيبه دي جاهزه وهي قادره تلعب فعلا وكل حاجه، لكن انا شايف وعندي ثقه كبيره جدا ان الناس اللي موجوده فوق دلوقتي هتلم شملها تاني كلعيبه، وان هي مع مستر فيريرا وجوده دلوقتي، الراجل كان بقاله 3 ايام لما مباراه الوداد، عنده ان شاء الله الوقت الفتره اللي جايه دي. الدوري لسه في بدايته، انا جيت وكنت التاسع وكان باقي لسه زي الدوري اعتقد كان 10 التاسع اسبوع، واحنا النهارده بنتكلم الدوري المصري فات في 11 جولة لسه باقي كتير جدا، فالمشوار طويل. بطولة وخلصت وانتهت هترجع تاني ونلعبها، الناس هتنساها. النهاردة نادي الزمالك لما ينافس على بطولة الدوري ويرجع يلعب بشكل كويس من المباراة اللي جاية، الجمهور هيتبسط وهينسى كل اللي فات. أنا زي ما قلت لك الجمهور عاطفي، لو النهاردة الزمالك كسب كل المباريات اللي جاية ولا الجمهور هيتكلم في اللي فات، الناس بتتكلم في اللي النهاردة بيحصل. الجماهير يمكن زعلانة من الأداء شوية، يعني هو اللي مزعل شوية الجماهير الأداء. الروح والأداء دي مهمة في أي مباراة. وده عايز أسأله لحضرتك، رأيك يعني خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا تحمل المسؤوليه على اللعيبه ولا على كارتيرون؟ والله انا شفت الفتره اللي انا كنت موجود فيها في النادي البسيطه دي ان اكيد المدرب والمدير الفني ليه دور كبير، لكن مش كل اللي هنحمله على كارتيرون والكلام ده كله. اكيد المدرب، لان دايما المدرب في اي نتائج سلبيه هو المسؤول، وده اللي لعيبتي اللي انا عارفه، اي نتيجه سلبيه هتحصل انا مسؤول عنها، انا اللي اتحملها، وده طبيعي ان انا احمي لعيبتي. لكن انا شفت والناس كلها شافت واجمعت ان كان ممكن في تقصير من الجهاز الفني اللي موجود. بيجي لمرحله ان انا خلاص يا اما وصلت لمرحله اشباع للمكان اللي انا فيه ومش عايز ادي تاني فيه او اقعد او اكمل، او تقصير مني في حاجه تانية خلت ان الامور ديت ما وصلتش للمرحله اللي هي زي ما جه وخد الدوري بقى هو الراجل الناس بتطالب برحيله اول واحد. لكن اللعيبه اكيد كمان عليهم دور كبير جدا، اللعيبه ليها دور كبير جدا ان هي في نفسها بالخبرات اللي موجوده ان هي تفضل محافظه على الصوره بتاعتها، لان اي حاجه بتاثر خلي المدرب. في مباريات على فكره ما بتبقاش محتاجه الاداء والتكتيك والشغل، بتبقى محتاجه اداء رجولي وروح واصرار وعزيمه للفوز. يعني مباراه الوداد الاخيره الناس كلها اللي زعلها احنا ضيعنا فرص في البدايه، لكن ما شفناش ال 90 دقيقه اللي الناس لعبتها كان في اصرار على تسجيل اهداف واصرار ان احنا نكسب. الناس ممكن واحنا كنا ماسكين كوره وكل حاجه، الفريق اللي قدامنا كان بيدافع بس ما عملش اي حاجه وما لعبش ما قدمش اي حاجه، جات له ضربه جزاء بالحظ صعبت المباراه اكتر، لكن كان لسه عندنا 45 دقيقه ان احنا نفوز كمان. ده ما حصلش وده ما اتحققش وده اللي زعل الناس. فلو كنا شايفين ان في فرص كتير ضاعت او كذا، ما حتى ده ما عملناهوش. فالناس بتفهم كوره وجمهور الزمالك بيفهم كوره كويس قوي وعايز يشوف فرقته دايما في مكسب. فانا بقول لهم الفتره الجايه ان شاء الله الدنيا هتتعدل. طبعا الامور النادي الزمالك بيمر بازمات كتير بالنسبه لمجالس اداره وامور ماليه والقيد عندنا مشاكل، ف يعني ربنا يكون في العون للجمهور دوت اللي هو بيحب النادي، وفي نفس الوقت نقول لهم اصبروا دايما، هم دايما ورا فريقهم. لكن انا شايف ان لازم نرجع تاني نلم شملنا والناس تدي امل كبير للناس اللي موجوده وتدعمها تاني، سواء بقى اللي هيكمل وهيجدد وهيمشي. نادي الزمالك ما بيقفش على حد، ما فيش كوره في مكان في العالم ولا نادي في العالم هيقف على اي لعيب. اللي عايز يمشي بكل ادب واحترام يقول انا ماشي وشكرا، مهمتي هنا انتهت، يجي ناس جديده تأدي دورها، وعندنا امكانيه ان احنا نجيب لعيبه محترفين على اعلى مستوى تاني، والناس اللي موجوده في المكان تكمل بشكل كويس. عندنا محتاجين حد من القطاع، عندنا لعيبه جاهزه انها تشتغل، مفيش حد بيقف على حاجه. لكن الامور هتمشي ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، وانا حاسس كده متفائل وجود المدير الفني الجديد والناس كلها عندها ثقه فيه ان هي وراه ودعمه، واسم كبير جدا فيريرا وعنده خبرات في الدوري المصري. اتمنى ان هو الفتره اللي جايه دي يوفق مع الفريق. هل وارد ان هو ما يكونش فيه توفيق؟ وارد طبعا، ان دي كوره يعني ما فيهاش تنجيم، لكن الناس بتشوف ان احنا بنعمل اللي علينا ونشتغل كويس ولسه الدوري في الملعب.